سيداتي انساتي، اهلا بكم مره تانية في برنامجكم المفضل غرائب البني ادمين. معانا مكتشف الحاله استاذ عادل. استاذ عادل، يا ترى حضرتك ازاي اكتشفت اني استاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني انا صراحه اكتشفت شويه اكتشافات. اول حاجه بالنسبه لان هو بني ادم، يعني حضرتك احنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه ان هو بني ادم، لغايه اما كبر شويه ابتدى يظهر له ايدين ورجلين، فقلنا ايه ده، بني ادم ولا ايه؟ فلقينا ان هو شبه بني ادم. يعني ده اول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الاول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات. يعني زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكرويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه؟ انت يا غبي، انت استاذ رمزي. استاذ رمزي، يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا، من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم يا دوله. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينيا يا دولة. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولة. حاضر. خلاص يا دولة شحن. شحن. شوف حضرتك بطاريتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو، 50 جنيه لف كده غير الزباله. يا دوله يا دوله، انت ايه يا عم؟ انت هتفضل قعدت كده اهو يا دوله؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نو في البازار. دول انا عطشان، دول عطشان. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها، انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشربها خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. يا دوله على طيبتك يا دوله، يا دوله دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دوله، نلوي دراعه. كنت تطلب بدل ال 30,000 دولت 5,000. اكتر من بص يا رمزي، انا هديك ال 5,000 كلهم يا عم ماشي، عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دوله. بقول لك يا دوله، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشبال. يا هبل يا هبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دوله. شكرا دوله. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا.
حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه؟ يجي مكان القرد؟ لا لا لا، رمزي بطل خلاص. لا احنا عايزينه في نمره ثانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3 4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه في الكهرباء على رمزي. الله يا دولة الله يا دولة. رقصه ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. اللي يمني يا استاذ، اللي يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5000 جنيه من اصل 30000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامة. الف سلامة. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي، من انهي قناه ده؟ ده من قناه الاطفال. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خد يا ماما، ده انت وسناء. يا حبيبي. خد يا حمادي، ده انت ورانيا. ويا نجلاء، وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي، معقول عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعه العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي، رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل، يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه اهلا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقولي ده حماتي. لا انا مش موافق، رمزي ده قريبنا وانا اللي استحملته الفتره دي كلها. يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمز على الجهاز. لا اللي هيقرب للرمز هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم. بس بقى بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف. يعني أنا مثلا هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا لولا طبعا طبعا طبعا. انت بكتير هتاخد 2% وانت 1%. خلاص خلاص، أنا بقول لكم كده اهو، لأن السبب بسيط جدا، إن أنا أحق واحد فيكم الرمزي. وبعدين الفكرة دي انت جبتيها منين يا بنت ياسمين؟ من كتاب الفاسية. الفاسية؟ ده الكتاب ده اللي كان في الحمام؟ يلا اللي بعده. استاذ عادل، احنا عايزين رمز يوم الخميس عشان نورنا فرح في المطرية. فرح في المطرية، حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل. 1500؟ شكرا. اللي بعده. في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين، وعايزين معروف طبعا، عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. يا رمزي في ايه يالا؟
الحانة دولة. في ايه؟ الحانة مش حاسس ان انا فصل. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. رمزي معلش يا جماعة تعالوا بكرة ما نشحنه بإذن الله. دكتور كفري ايه الاخبار؟ مفيش امل ان الواد رمزي ده يرجع يكهرب تاني؟ ما اعتقدش ده فاصل كهربا خالص. يا نهار ابيض فاصل كهربا؟ طب مفيش اي حل مثلا نعمل له وصله ارضي، نعمل نغير له سلك، نغير له شرايين؟ ده انا واخد عربين من ناس كتير قوي يا دكتور. مفيش امل، دي حاله نادره خالص بتحصل بين مليار بني ادم كل مليون سنه، وزي ما بتظهر فجاه بتختفي فجاه. دي مش فجاه، دي فجعه يا دكتور، فجعه. السلام عليكم. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي. يخرب بيتك، هتفضل مقضيها. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني ايه رمزي قاطع شحن؟ لا ده انا دافع عربون. ايه ده بس يا عم شقلباص؟ بلا شقلباص بلا هباب، بلا شقلباص بلا هباب، ده انا سايق بياخد المحل ده على دماغكم وفوق. ايوه حضرتك يعني معلش ده حاجه غصب عننا، هو فصل لكن ان شاء الله هيرجع تاني يعني حضرتك. اصبر عليا، هجوم فلوسنا استنوا بس يا جماعه، يا جماعه اسمعوني افهموني بس، الراجل فاصل شحن وهو اساسا واطي، هنوصل له كابل ضغط عالي هيبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بس ايديكم معايا وكله هيبقى تمام. ماشي تعالوا 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 يلا معايا هنا، معايا هنا، يلا ارفع 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 ارفع.